حاجة إنه حتى فهم التسجيلات في السودان فهم غريب جدا جدا. معلش إحنا نتكلم بكل صراحة، صراع التسجيلات ده بده بصراحة سماسلة التسجيلات أول حاجة. يعني المفهوم في تسجيلات السودان بتعتمد على سماسرة معينين، وللأسف الشديد بيكونوا بعض الإداريين بعض المدربين ما في أي رؤية بعض فنية، الصحفيين وبعض الصحفيين، وزي ما قلت أستاذ مصعب ما في أي رؤية من أي نادي لماهية التسجيل، سباق من أجل الاستحواذ على بعض اللعيبة عشان ينتفع من وراهم، حتى اللاعب ذاته ما عنده هدف بيكون واضح جدا من التسجيل سوى أنه يحوز على مبلغ طائل جدا جدا، وبعد ده هو هناك لعب ما لعب في النادي ما مهم. هذه كثيرة عايشناها. عايز أقول أنه التسجيلات دي لو عاينا لها حسة في اليومين الجايين، هل يعقل أنه إحنا عندنا أزمة اقتصادية طاحنة زي دي نجي نلقى مبالغ فلكية بتدفع؟ أنا أعتقد في لا شيء. يعني وين اللاعب أصلاً اللي المفروض أنا أدفع له؟ ذكر يعني أستاذ بابكر كلام كبير جداً جداً. أنت لو عندك مبالغ زي دي، لو عندك فكر أسس بها، يعني زي ما بقولوا مراحل سنية، أسس بها وضع إداري رياضي صحيح، استغلها في أنه أنت تهيكل رياضتك بطريقة صحيحة. أما أنه كل مرة نعمل الفزلكات الإعلامية دي ونعمل الجوطة، وأنه حتى الجمهور بينقاد وراء الحياة دي للفترة الأولى، وبعد شوية يصحى من النوم يفتكر بيستدرك أنه الموضوع ده كان ضياع زمن ساكت. أعتقد أنه دي يعني ترهات. أنا ما بتنازل عن رأيي أنه الرياضة في السودان يجب أن تتوقف وتعاد صياغتها من أول وجديد. نبدأ مع الناس، نبدأ صح، نبدأ من البداية، نأخذ رؤية صحيحة، نأخذ وضع صحيح. تسجيلات ما حتجيب لي أي حاجة محليا. منو اللاعب اللي يستحق المبالغ اللي إحنا بنسمع عنها دي؟ ما أنت لو في لاعب أصلا بيستحق أو في لعيبة بتستحق، طيب وين النتائج بتاع الفرق اللي أصلا شاركت خارجيا؟ عشان نقول إنه إحنا برضو الحياة اللي بنضخها هذه نستفيد منها في أندية في مشاركات خارجية، لكن إنه أنت بتعمل لي صراع تسجيلات داخلي عشان منافسات داخلية، وهي في النهاية منافسات غير مقيمة. معلش الدوري السوداني تصنيفه وين؟ ما عنده تصنيف. يعني حتى أنا بالنسبة لي في القارة الأفريقية بعيد جدا جدا.